اقول لك بويه، ها ابوي ايش رايك؟ بويه تدري بيا كبرت واستحقيت الزواج وارد اتزوج يا بويه. اي والله يا ابوي انا ارد اتزوجك قبل، يا الله ياخذ امانتك، حتى اشوف اطفالك. الحكي بيناتنا عندك وحده اخطب لك اياها. اي بويه الحكي بيناتنا عنده وحده. اي يا الله منو هاي حتى نروح نخطبها لك؟ بويه هاي سوسو جيراننا. ها سوسو؟ بويه اقول لك شغله بس مو تقول لامك، ترى هاي سوسو تصير اختك. ها تصير اختي؟ ابويا متزوج على امي؟ لا ابويا ما متزوج على امك، بس غلطه وصارت. ابويا ما خفت من ربك؟ مو حرام؟ ابويا غلطه وتندمت عليها بشبابي. شوف لك واحده غيرها من الناس اللي هي. ها ابويا، ابويا لقيت لبنه، يلا على مود نروح نخطب. اي يا الله من هاي سعيده الحظ. ابويا هاي نونه بنت ابو جبار. ابويا كان ما قلت لك هاي نونه هم تصير اختك. هاي سابع وحده اجي وتقول لاختي، انت شمزه بالمنطقه. والله الا اقول لما عليك. اقول لك يمه، هاي يمه شو تريد؟ ايش بيك تبكي؟ يمه يا هلا اروح اخطبها يقول لي ابوي تصير اختك، يا هلا اروح اخطبها يقول لي تصير اختك، ادري شو مسوي بالمنطقه. يا تريد تخطبها روح اخطبها، مالك علاقه بي. لا يمه حرام ما يصير غير اخواتي. يمه الحكي بيناتنا ترى هو مو ابوك. الو